نختتم جولة الشروق الصباحية بهذا الخبر. عائشة تدعو لتضافر الجهود لتحقيق السلام. دعت عضو المجلس السيادي الانتقالي عائشة موسى السعيد خلال مخاطبتها بمدني ورشة السلام لولاية الجزيرة وسنعال والقضارف والنيل الأبيض إلى تضافر كل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وأكدت أن السلام جاء في أولويات برنامج الحكومة باعتباره مطلبا شعبيا. ولفتت عائشة إلى ضرورة إيقاف الحرب بكل أشكالها، مبينة أن المرحلة الحالية للبناء والتكاتف والتعاضد من أجل البناء وليس مرحلة للهتاف، حسب قولها طبعا قاطع بالتزام الدولة بتهيئة سبل العيش الآمن والاستقرار لإنسان السودان، مشددة على ضرورة إعلاء قيم الشفافية والصراحة والوضوح في مناقشات الورشة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأعلنت عائشة أن محاور التفاوض للسلام تشمل النمو الاقتصادي والاجتماعي والإدارة ونظم الحكم، إضافة للاحتياجات الإنسانية، لافتة إلى أن الورش التي انتظمت كل ولايات السودان ترمي لإشراك من يهمهم الأمر للإفصاح عن الرغبات والاحتياجات. طيب نتحدث عن هذه الورش، إمكانية أن تكون هي السبيل الأوسع انتشارا خاصا في ولايات السودان المختلفة من أجل تعزيز عملية السلام وتوفير المناخ الملائم بعد اكتمال عملية السلام يعني. وده دي إجابة نموذجية لسؤالك كان سألته عن المرة فاتت. وأصلا يعني شوف الآن في ورش حول السلام وأهميته في كل الولايات، والورش دي دائما بيشرفوها أعضاء مجلس السيادة يعني اهتمام بها، ودي هي كل الناس دي هياخدوا هيكون في نماذج من الناس دي هيمشوا يحضروا توقيع السلام نفسه يعني وهيشاركوا فيه يعني، وهم اللي هيقودوا التبشير بالسلام في كل الولايات السودان يعني الناس المنتخبين من الجماهير اللي اخذوهم، لانه السلام بمفهومه القديم انك توقع مع قاده مسلحين ثم ياتوا الخرطوم تشوف لهم بيوت تشوف لهم مكاتب، ما عاد يجي، لانه السلم الاجتماعي لابد انه احنا حتى نجفف برك المشاكل يعني والاحتقانات التي تسبب العمل المسلح يعني. جميل، يعني في نقطة يجب أن نقف فيها، يعني هي ذكرت في حديثها أن تكون هناك شفافية حتى من خلال إقامة هذه الورشات، ونتحدث عن الشفافية في معالجة المشكل الرئيس للحروب، المشكل الرئيس لعدم إحلال السلام في ولايات السودان المختلفة ومناطق النزاع المختلفة، فما الشفافية المطلوبة في المرحلة القادمة حتى نعالج جذور المشكل الرئيس يعني للحروب؟ وغاية الشفافية اللي فهمتها من كلامك ده، هي دي مشكلتنا نحن كسودانيين كلنا، الشفافية يعني الشفافيه نحن بنقول لك الليل بغطي الجبال يعني شفافيه الوضوح يعني في مناقشه الوضوح بحياتنا احنا، في كثير في ظلامات وفي مظالم وفي اشياء كثيره جدا، وفي حتات نحن بنفتكر فيها ظالم ومظلوم بنجي نلقى الطرفين هم مظلومين يعني، ودي دي دي هي الاستاذه دي يا مازولا اكاديميه وعالمه يعني استهدفت واحده من المشكلات الاساسيه في الثقافه السودانيه، هي مشكله غطغطه الحاجات يعني، ونتمنى انه يكون اللجان دي ان احنا بنشوفها كده حاجات بسيطه كده هي مدخل لاشاعه الاشياء دي وسط المجتمع السوداني، الشفافيه والوضوح ومناقشه الامور ب ب ب كل موضوعيه وبكل موضوعيه كامله حتى الناس، لانه التعافي وانه جرح لو ما نظف ما بكون في تعافي يعني. صحيح. احنا شكرا لك كثير جدا استاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع شروق نت على قراءه وتحليل اهم الاخبار الوارده صباحا في موقع شروق نت. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم. هندعوك كمان من خلال الفقره دي لمشاهده بقيه محطات صباح الشروق، رفقه كل الساده المشاهدين يعني.